إذا كانت تعجبك طريقتي في الشرح، أعلمك أنه تم البدء في رفع فيديوهات خاصة بفورماسيون أو دورات تدريبية لصيانة اللابتوب من الصفر إلى الاحتراف. هذه الفيديوهات متعوب عليها وتحتوي شرح بطريقة بسيطة جدا لكي يسهل على أي مبتدئ التعلم بكل بساطة، وسوف تغنيك عن إنفاق مئات الدولارات في شراء كورسات عبر الإنترنت. ما عليك سوى الانتساب في القناة لكي تستفيد من العديد والكثير من المزايا الأخرى. يمكنك الانتساب من خلال الضغط على زر الانتساب أو من خلال الرابط موجود أسفل الفيديو. مرحبا أصدقائي متابعي قناة سيمو براتيك في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نكتشف مشكل يحدث بكثرة لهذا النوع من الحواسيب، حواسيب لينوفو بالضبط هذا الموديل. هذا المشكل هو عبارة عن شاشة السوداء وعدم ظهور بيانات على الشاشة. إذن هذا هو رقم الموديل الخاص بهذا الحاسوب لينوفو X250. بالنسبة لهذا المشكل فهو بسيط جدا وقد يحل بدون أدوات، مشكل بسيط. لكن دعنا أولا نلاحظ بعض الأمور التي من خلالها سوف نحدد أن المشكل فعلا بسيط. عندما نقوم بالضغط على زر التشغيل نسمع صوت بيب، أو هذا البيب الذي يسمع هذا خاص بالدخول للسيتاب أو شيء من هذا القبيل. هذا دليل على أن فعلا اللوحة الأم فهي تستجيب معنا بشكل طبيعي. وأيضا إذا ما سلطنا الضوء على شاشة هذا اللابتوب لاحظوا أن وجود صورة معتمة أو مظلمة وغير واضحة. لاحظوا هذا الشعار، لاحظوا شعار الحاسوب، فهو يظهر بشكل. ولحل هذا المشكل يجب تفقد وصلة الـ LVDS المركبة في الشاشة، لأن دائما يحدث هذا المشكل. ولفتح شاشة هذا اللابتوب أقوم بنزع هذا الإطار بهذا الشكل، أو هذا الكالندر الذي يحيط بالشاشة بهذا الشكل، ويجب أن أمسك من الطرف الجهة الداخلية بهذا الشكل. دائما أضع يدي في الجهة الداخلية بهذا الشكل، ويجب الحرص لأنه هذا الإطار فهو لين جدا، من السهل أن ينكسر معي. لاحظوا الطريقة التي سوف أستعمل بهذا الشكل. أستعين أيضا بأداة بهذا الشكل من أجل أن تسهل العملية، لكن يجب دائما أن تبقى يدي ممسكة في الإطار من الجهة السفلية أو الجهة الداخلية بهذا الشكل. ألاحظ هنا أن الشاشة غير مثبتة ببراغي، وهذا طبيعي، لذا سنقوم بوضعها بهذا الشكل ثم ننزع وصلة LVDS الموجودة على الشاشة. ثم أقوم بالضغط قليلا على هذا الكونيكتور، فقط قليلا بهذا الشكل، ثم أقوم بإرجاع الوصلة إلى مكانها بهذا الشكل، ثم بعد ذلك أعمل معاينة للحاسوب. إذن كما تلاحظون ظهرت الصورة في الشاشة. الآن استعمل شريط لاصق، لا بد من أن تثبتها بشكل جيد بشريط لاصق بهذا الشكل لكي لا تنزع معي مرة أخرى، ثم أعيد الإطار إلى مكانه. إذن عملية إرجاع الإطار فهي أسهل من نزع الإطار، وبذلك نكون قد حللنا المشكل في بضعة دقائق. أتمنى أن تستفيدوا من الفيديو، إلى فيديو قادم إن شاء الله.